ماذا تعرف عن The Wall Street Journal؟ The Wall Street Journal من أشهر الصحف الاقتصادية في العالم، أسسها تشارلز داو وإدوارد جونز وتشارل بيرك ستيربسر سنة 1882، لتطبع أول مرة سنة 1889، واتخذت اسمها من شارع وول في منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك، الذي يضم بعض أهم معالم الرأسمالية الأمريكية مثل بورصة نيويورك وبرجي التجارة العالميين سابقا. وقد بدأت مملوكة لشركة داو جونز أند كامباني، التي تملك أيضا عدد من الصحف والمجلات مثل أسبوعية بارونز المتخصصة في المال والأعمال عالميا، وكذلك شهرية فار إيسترن إيكونوميك ريفيو وغيرها. وتنشر شركة داو جونز مجموعة من مؤشرات أسعار الأسهم في أهم قطاعات الاقتصاد الأمريكي المعروفة باسم مؤشرات داو جونز، وهي صحيفة يومية دولية مقرها مدينة نيويورك وواحدة من أهم الصحف المتخصصة في الأعمال والاقتصاد في العالم، وتصدر نسخا في آسيا وأوروبا. وكانت وول ستريت جورنال سابقا في ملكية أسرة بانكروفت قبل أن تقوم شركة نيوز كورب الإعلامية الضخمة التي يملكها الملياردير ذو الأصول اليهودية روبرت ميردوخ بشرائها مؤخرا مقابل 5 مليارات دولار سنة 2007، بعد الحصول على موافقة أهم أفراد أسرة بانكروفت. وفي سياق انتقال الصحيفة إلى ملكية مردوخ، أثيرت تساؤلات حول مدى استمرار الاستقلال في المواقف التي طالما اعتبرته الصحيفة أحد ركائزها، خصوصا أنها تشكل منبرا مهما للاقتصاديين في أمريكا وبشكل أساسي في القطاع المصرفي وشركات المضاربة. صحيفة لكل رجال الأعمال. تحاول وول ستريت جورنال على المستوى الاقتصادي، رغم كونها توصف أثناء تصنيفها بأنها ليبرالية في الاقتصاد ومنادية بمبدأ حرية السوق، أن تكون صحيفة رجال الأعمال على اختلاف توجهاتهم الاقتصادية. ويمكن القول حسب بعض المحللين إنها في الأخبار الاقتصادية ليس لديها توجه اقتصادي محدد، بل تحاول أن تكون صحيفة كل الاقتصاديين. وول ستريت جورنال ليست صحيفة اقتصادية فحسب، بل لها أيضا مواقف سياسية، فهي ذات توجه محافظ وشديد التأييد لإسرائيل، كما يبدو ذلك في صفحة الرأي منها، وهي تؤيد الحزب الجمهوري ولها علاقة بالمحافظين الجدد وتدعم مواقف الإدارة الأمريكية بوضوح، حيث تعتبر على سبيل المثال أن سجناء غوانتانامو يعاملون بطريقة عادلة، بالإضافة إلى كون هذا السجن حسب قولها من ضروريات الحرب العالمية على ما يسمى الإرهاب. وقد وصلت مطبوعات الصحيفة سنة 2006 إلى أكثر من 2,060,000 نسخة يوميا، مما يجعلها في المقدمة مع صحف أخرى من حيث حجم التوزيع.